هذا ربي، هبات ربانية ونفحات إيمانية، بشرح ممتع لأسماء الله الحسنى مع الشيخ خالد الخليوي. الأول الآخر. ومن أسماء ربنا سبحانه وتعالى الأول والآخر. فالأول هو الذي لم يكن شيء قبله، بل كل المخلوقات إنما حدثت بخلقه سبحانه لها، وأما هو سبحانه فلا ابتداء لوجوده. وأما الآخر فهو الذي ليس بعده شيء، فهو الباقي، وكل من على الأرض فان ثم مرجعهم إليه، ولا انتهاء لوجوده عز وجل. ورد هذان الاسمان العظيمان في قوله تعالى في سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في مسلم في دعاء النوم، ومنه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأمام هذين الاسمين العظيمين أقول: أولا، كم يزيدك من تعظيم لله ومحبة الله حين تعلم أن الله كان ولم يكن شيء قبله ولا معه ولا ابتداء لوجوده عز وجل، وهذه صفة الإله الحق. ثانيا، اعلم أن كل ما سوى الله تعالى كان بعد أن لم يكن، فأنعم الله عليه بنعمة الإيجاد والإعداد والإمداد، فله الحمد في الأولى والآخرة. ثالثا، عبوديتك لله الأول تعني عبادتك للمبتدئ بكل إحسان، وكم سيزيد هذا في قلبك من الطمأنينة به والثقة بوعده. رابعا، اعلم أن كل موجود سوى الله تعالى قد سبق بعدم، ثم لما أوجده الله تعالى فإنه موعود بنهاية وفناء، ومن كتب الله له الخلود فإنما استمد خلوده من فضل ربه وتقديره. أخيرا، عبوديتك لله الآخر تعني عبادتك للحي الذي لا يموت ولا يزول، فكل من تعتمد عليه له نهاية ينتهي عندها إلا الله تعالى، فهو الآخر الذي لا شيء بعده ولا نهاية له، فلتتعلق القلوب بالله ولتباشر الجوارح الأسباب. هذا ربي.